بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناة الهداف هذه أولا، نهديوها الأنصار، نهديوها الأنصار مولدية العلمة. الحمد لله يعني عرفنا كيفاه يعني نزيروا اللقاء وراكم جات نصيبنا الحمد لله. نشكر أنصار مولدية العلمة اللي حضروا معنا ونهدي لهم الفوز هذا ونهدي لكل العائلة تاعنا، نهديو الفوز هذا الأول، أول فوز نهديو لمولدية العلمة. وباسمي وباسم أعضاء النادي أهدي هذا الفوز الأول لمدينة العلمة. نشكر جميع اللاعبين على المردود في المقابلة، حيث كانت مباراة جيدة مقبولة، وإن شاء الله نكملوا كما هكذا. الحمد لله أشوف الأنصار، أشوف في أصحابي وأخوتي، والحمد لله هذا تزويج. ونشكر كل الأنصار والدي وأصحابي كلهم. على هذا الفوز بالتتويج بكأس الجمهورية، ونادي هذا كأس العلمة سورتو لي سيبورتال اللي تعبوا معنا وقفوا معنا. نشكر صحابي اللي بذلوا مجهودات كبيرة بزاف، تما تعبنا بزاف بعجبنا هذا، عرقنا عليها صح أخويا. نهديو الفوز هذا للعائلة تاعنا. هذا الفوز نهدي الأنصار مولودية العلمة كما راك تشوف مزاهيين معنا، بربي إن شاء الله نزيدو نخدمو نطلعو سينيور، نزيدو نجيبو لهم لقب ونفرحوهم إن شاء الله كيما راك تشوف.